تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك واستعداداً لأزمات السير المتوقعة في الأسواق التجارية، فعل قسم سير إربد خطته المرورية الميدانية وضاعف من انتشار كوادره في الميدان للحد والتخفيف من أزمات السير وللحفاظ على انسيابية حركة السير. فريق الحقيقة الدولية رصد في جولة ميدانية ليلية عمل رجال السير وتابع حركة السير في المناطق التي تشهد حركة مرورية نشطة، واستمزج آراء المواطنين حول الواقع المروري في شوارع المدينة، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها قسم السير بهذا الخصوص. رئيس قسم سير إربد الرائد خلدون ضمرة استعرض في لقاء أجرته معه الحقيقة الدولية في الميدان الخطة التي بدأ تطبيقها منذ 20 من الشهر الفضيل وتستمر حتى انتهاء عطلة العيد وآلية عملها وترجمتها على أرض الواقع. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام ان ارحب بعطوفة رئيس قسم سير اربد الرائد خلدون بيك ضمرة. خلدون بيك سعد مساك. مساء الخير يا سيدي لك ولجميع الاخوة المشاهدين. نعم خلدون بيك، اعلنتم عن خطة مرورية بالتزامن مع العشر الاواخر لشهر رمضان المبارك وايضا خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حبذا لو تضعنا بتفاصيل هذه الخطة. يا سيدي هو معروف انه فترة شهر رمضان المبارك والعشر الاواخر من شهر رمضان المبارك تشهد كثافة مرورية في محافظة تحديدا الاربد، الكثافة معروف انها هي موجودة وفي راح يكون حركة سير وحركة مشاة للمتسوقين للمحلات التجارية والملابس والمولات والحلويات. طبعا احنا كإدارة السير وضعنا خطة بتنسيق مع مديرية الأمن العام للتسهيل للعملية المرورية والحد من حوادث السير والإبقاء عملية السير حركة انسيابية في شوارع محافظة إربد بالكامل. يوجد انتشار كامل لجميع مرتبات إدارة السير في المحافظة على الدوائر والإشارات والمولات والوسط التجاري وتحديدا داخل صحن المدينة لتسهيل العملية المرورية ويعني توفير بيئة مرورية آمنة لجميع المستخدمين الطريق. نعم. الآن مديرية الأمن العام أيضا أعلنت في هذا السياق وبالتعاون مع إدارة السير المركزية بمراعاة بعض الأماكن الحساسة والمواقع التجارية للمواطنين حتى يتسنى لهم التسوق بكل أريحية، فدوركم بهذا الموضوع ودوركم بعملية التنسيق ما بينكم وبين أيضا مديرية الشرطة المختصة. سيدي طبعا معروف أنه في تنسيق مباشر ما بين إدارة السير ومديرية الشرطة، شرطة إربد ويعني ممثلة بمدير شرطة إربد متعاون جدا مع إدارة السير وإحنا بنعمل في جهاز واحد وخندق واحد، يعني مجموعات شرطة إربد متواجدين معنا رفع البسطات رفع العوائق المرورية، الباعة المتجولين أيضا اللي بحطوا بسطاتهم في منتصف الشارع الرئيسي بتم إزالتهم عن طريق شرطة إربد، احنا طبعا موجودين وبنبلغهم عن اي عائق بيصعب على إدارة السير بيتم التنسيق مع مديرية شرطة إربد لرفع هاي العوائق وتسهيل العملية المرورية. سائقون مما التقتهم الحقيقة الدولية ابدوا رضاهم عن اجراءات قسم السير وعن الانتشار الملحوظ والمكثف لرقباء السير في المناطق التي تشهد كثافة مرورية وعلى الدواوير والميادين، لافتين الى ان ذلك يساهم الى حد كبير في تنظيم حركة السير والمشاة على حد سواء، الامر الذي يسهل عملية تنقلهم الى مقصدهم دون اي معوقات. يعطيكم العافية، حقيقة مقارنة بكل السنوات بنفس المناسبات نفس الأعياد شيء ممتاز، في انسيابية بالحركة، في انتشار لرقباء السير صحيح بشكل جيد، في تعاون، لأنه الصحيح أصل التعاون من السير جعل المواطن يتعاون أكثر. الله يعطيكم العافية. بالنسبة للسير يعني في أمرار بيكون أزمات كثير وفي أمرار يعني بيكون فاتح بشكل عام، يعني مش دائما بيكون أزمة كثير، يعني بس في ساعات معينة. يعني التواجد الأمني جيد جدا للغاية، يعني الله يعطيهم العافية الشباب، أزمات عيد ووقفات ما شاء الله، تنظيم سير كويس مع أنه كلها العجقة بس سير كويس الحمد لله. في رضا يعني تمام ونص في تواجد أكيد، يعني في اختلاف عن السنة الماضية خلنا نحكي. طبعا فيه. طبعا. وشملت جولة الحقيقة الدولية عدة مواقع كدوار القبة وتقاطع إشارات الحصن والمحافظة والقيروان والهاشم والنسيم، إضافة إلى ميدان الشهيد وصف التل ودوار الجامعة، حيث تشهد هذه المناطق حركة سير وتسوق نشطة من قبل المواطنين. زيد المراجدي، الحقيقة الدولية، إربد.